Alright guys, get ready, it's for tomorrow, alright? Bring your phone right on 3. 1, 2, 3! Make them go away! روح عالية واستعدادات كاملة، ذلك هو عنوان مقاتلي مملكة البحرين متمثلين بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، وذلك للصعود للمنصات العالمية وإبراز صورة البحرين من الناحية القتالية. فقد اجتاز الفريق الوزن الرسمي والفحص الطبي ينهي آخر خطوة للدخول لحلبة النزال. الحمد لله اليوم خلصنا الوزن اللي قبل اللي فات بيوم، وكل الفريق الحمد لله اجتاز هالشيء، ومن عن بعد الوزن حسيت نفسيات مالتنا صارت عالية، بما ان تخطينا خطوة من خطوات البطولة، فالحمد لله حس الفريق كله جاهز وانا جاهز، وان شاء الله باكر يكون الوزن والفايت في نفس اليوم، بس تفرق عنا ساعات، وان شاء الله نعدي اداء طيب. اليوم صادتنا صعوبات شوي لان زاد وزننا من الطيارة، لان هني كان وزن شوي زايد، بس رحت الجيم الصبح ضغط على روحي نزلت النص كيلو، الحمد لله يعني وصل وزني. لازم بعد نحاسب على الاكل شوي لان بكره بعد اقل من الوزن اللي وزنناه اليوم. طبعا الشباب كلهم خلصوا وكلنا خلصنا الاوزان والتسجيل، كل شيء كان تمام. تاخرنا شوي، خذ وقت فاثر شوي علينا، ما ناكل نحاسب حق الوزن، بس الحمد لله كل شيء كان تمام والكل على الوزن وكل بارز حق باكر ان شاء الله واليوم البطوله. ومن الجانب الآخر تعتبر البحرين بجانب لبنان ممثلين عن الوطن العربي في هذا التجمع العالمي، إذ يسعى مقاتلو البحرين إلى وضع بصمتهم في الساحة الخارجية وكتابة أسمائهم في اللوحات العالمية. هذه تاني سنة بيشاركوا فيها بحرين ولبنان، هن الوحيدين اللي عم يشاركوا بهذه البطولة العالمية ممثلين العرب. شفنا من السنة الماضية لبنان جاب برونزيتين، ميدايتين برونزية. هالسنة أنا بتوقع من بحرين، لأنه شفت ببطولة أوروبا برونزية، وفي عندكم حسين فاز على تاني بطل العالم يلي هو سويدي، وهلأ إذا الله راد إن شاء الله كل الفريق البحريني يعمل نتيجة، ونتمنى أنه بالنهاية نحن نمثل العرب بالطريقة الأحسن وبالطريقة الأفضل. كلمة المشاركة لازم ماني بطاريها أصلاً، لأن احنا مو جايين حق مشاركة، خلاص هاي السالفة كانت قبل سنة، كنا جايين بس حق نشارك، الحين احنا جايين حق نجيب ميداليات حق ديرتنا. وإلى أجواء القرعة التي تميزت هذه المرة، فقد استطاعت اللجنة المنظمة أن تنهي القرعة التي شملت 245 مقاتل ومقاتلة في أقل من ساعة. ومن الجهة الأخرى لم تخدم مقاتلي البحرين، فقد وضعتهم في مواجهة أشرس وأقوى المقاتلين في البطولة، ولكن كما يقال ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. باجتياز مقاتلي مملكة البحرين الفحص الطبي والوزن الرسمي، يبدأ مشوارهم في البطولة العالمية للهواء، والذي يعتبر ليس بالسهل، ذلك ما حددته القرعة، ولكن تبقى أجمل الإنجازات أكثرها صعوبة. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين، مدينة لاس فيغاس الأمريكية.